توفر مبادرة كلنا واحد في فعالياتها 23 من خلال 814 منفذا كل ما يحتاجه المواطنون من المستلزمات المدرسية المختلفة. المبادرة تشمل 6 معارض رئيسية و17 معرضا فرعيا على مستوى الجمهورية وبتخفيضات تصل إلى 30%. مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد يجد المواطن هنا ما يحتاجه من المستلزمات المدرسية المختلفة، حيث توفر مبادرة كلنا واحد في فعالياتها 23 كل هذا من خلال 814 منفذا و6 معارض رئيسية و17 معرضا فرعيا على مستوى المحافظات، وذلك بتخفيضات تصل إلى 30%. سيادتك، المبادرة لهذه المرة المرحلة 23 لها طابع خاص دخول المدارس، مشتركين ومنظمين جميع السلع المدرسية. سيادتك، من كل حاجة للسلع المدرسية كلنا واحد، ما بتسيبش المواطن في أي حاجة واحد نهائي، كلنا واحد. شركة بالغذائي، شركة بأدوات المنزلية، كل مناسبة بتشارك بيها معانا. في الأدوات المنزلية خصومات من 25 ل 60%، الغذاء يا فندم برضو متوفر الحمد لله، والخصومات فيه من 25 ل 60%. احنا أول مرة نشارك في المبادرة، احنا عندنا الأسعار بتبدأ من 10 جنيه في التيشيرتات لحد 100 جنيه. أسعار أنا ما كنتش متخيلة الحاجات الجميلة دي بصراحة، من مستلزمات اللي هي اللانش بوكس والكلام ده والأحذية وملابس المدرسة. سلع غذائية بكافة أنواعها وأشكالها مما يحتاجه المواطن يوميا، حيث تصل نسبة التخفيض بها إلى 60% عن مثيلتها بالأسواق، وذلك بالتنسيق مع السلاسل التجارية، وهو ما جعل إقبال المواطنين كثيفا. الحمد لله في المبادرة مرحلة 23 قدرنا نوصل للمواطن البسيط، قدرنا في موضوع السلع الغذائيه نوصل لاقل سعر واعلى منتج في اعلى جوده. عندنا خصومات بتصل الى 50% في جميع الاقسام، زي قسم الكوتش في حاجات عندنا كوتشات بتوصل ل 50%. عندنا برضو في الادوات المدرسيه شنط عليها خصومات بتصل الى 50%. اشتريت تيشرتات واشتريت شنط، واخويا هيجي ان شاء الله يشتري ادوات مدرسيه، والمكان بشامل يعني أجزاء كتيرة من الحاجات اللي احنا بنشتريها من بره. مبادرة كلنا واحد التي تنفذها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي إيمانا بدور الوزارة في المشاركة المجتمعية الفاعلة لتوفير احتياجات الأسرة المصرية مع بدء العام الدراسي الجديد، وتستمر فعاليات هذه المبادرة لمدة شهر. سالي سالم، التلفزيون المصري.